رجعنا لكم تاني بعد الفاصل اللي لسه مكملين في برنامجنا سوبر كيدز، ومعانا دلوقتي فقرة المواهب. في الحقيقة يا جماعة احنا معانا 2 فنانين، معانا لوجي ومعانا ملك رامي، صح اخت محمد. طيب نبدأ بلوجي الأول، عرفينا بنفسك. اسمي لوجينا هشام، عندي 8 سنين وفي تالتة ابتدائي. في تالتة ابتدائي، انتي صغنطوطة خالص. قوليلي بقى موهبتك ايه وبتعملي ايه، شكلك مشكلة، قوليلي. انا بحب التمثيل جدا، وبعرف امثل وبعرف ارقص وبعرف اعمل كل حاجه. وبعرف ازيع كمان. طيب قوليلي انت الاول، مين مثلك الاعلى في التمثيل بقى، بتحبي ممثلين مين؟ انا بحب ايمي سمير غانم ودنيا سمير غانم. سلام. طيب انت هتقدمي ايه النهارده بقى؟ طفلة شوارع. مش جاي خالص عليكي طفلة شوارع. هتمثلي وهتقنعينا يعني؟ يس. نشوف هقتنع. طيب يلا نبدأ، ايه رأيك يا ملك؟ نشوف لوجي ونرجع لك على طول. يلا يا لوجي، انتي معاكي ميوزك او حاجة؟ في ميوزك يا جماعة معانا؟ ابتدي. استني هنشوف في ميوزك معانا يا جماعة. يلا ثواني، معانا الميوزك، متقلقيش عشان قالولي ان انتي هتعيطي وهتعملي جو يعني. صح ولا تدي ايه؟ يس. هتعيطي؟ ايوه استني عيط الميوزك طبعا. هتبدأ، استني شوف هنقتنع لا انا يعني. عايز في الاخر لسه ماشي المرة. اه، بس المهم هتعيطي يعني، يس. شايفك انتي بتضحكي اهو، هنشوف. يلا. صحيت في يوم كمل. على زعيق وصوت عالي، لقيت ابويا ضارب امي، جريت على امي، ابويا زقني على الارض وضربني وطلع أمي وخدني منها بالعافية. بعد كام يوم اتجوز واحد كانت قاسية أوي، كانت كل يوم تصبحني بعلقة وتمسيني بعلقة، ولما كنت بشتكي كان بيضربني عشان خاطر. بعد بابا يمشي كنت بتضرب تاني عشان اشتكيت، لغاية ما قررت أهرب. أيوة أهرب، ونزلت الشارع وقعدت أدور على لقمة كلها ولا مكان انام فيه. ملقتش غير الشارع هو بيتي، وقعت في ايد واحد ما بيرحمش، كان مرة يسرح فل ومرة ورد ومرة مناديل. مناديل يا بيه، مناديل يا استاذ، انا جعان ومفطرتش. واللي كان يديني مرة واللي كان يشتبني مرة، بس مش دي المشكلة. عارفين كانت في عربية كل يوم بتعدي عليا في الإشارة، كان فيها أب وأم وبنت زي القمر. من سن كنت كل ما أشوفها أتخيل نفسي مكان، وأقعد أقول نفسي في أب وأم حنينين علي، ياخدوني في حضنهم ويطبطبوا علي. أنا نفسي أجري وألعب وأتنطط وألعب مع العيال اللي من سني. انا نفسي اكل اكل نظيف، ده انا بلف على صناديق الزباله اكل فضل الناس. انا لو مت هيبقى ذنبي في رقبتكم كلكم، في رقبتكم كلكم، في رقبتكم كلكم. احنا عطشانين عطف وحب وحنان، اللي احنا عطشانين عطف وحب وحنان، يا خلي الاحساس في الوحش ارحم يا سيدي قلبي وقول قلبي ما زيد.
ايه الجمال ده؟ خليتيني اعيط. قومي تعالي تعالي اقعدي جنبي. تعالي تعالي. ايه الشطاره دي؟ انت مين اللي مدربك؟ انا كنت بتدرب في البيت، دربت قبل ما اجي. لا، مين اللي مدربك اصلا على المشهد ده؟ انا اصلا عملت المسرح ده على عرض افاق، كان تاليف واخراج كريم محمود. برافو كريم محمود. شكرا يا لوجي، عايزه مكانك، انت بجد موهوبه، برافو عليكي، شطوره قوي، برافو عليكي. نتكلم بعد ما نخلص الهوا. نروح بقى لملك. ملك، عرفينا بنفسك. اسمي ملك رومي، عندي 8 سنين، بحب الجيمناستيك والفاشن والتمثيل، بعشق التمثيل. بعشق التمثيل. انت قلتي عندك كام سنه الاول؟ 8 سنين. 8 سنين. مين مثلك الاعلى بقى في التمثيل؟ تحبي مين من الممثلين؟ دنيا سمير غانم. برضو برضو انتوا متفقين ولا ايه؟ طيب قولي لي بقى، انت هتقدمي ايه النهارده؟ نيلي وشريهان. برضو عارفه نيلي وشريهان ده اتعمل عندي في البرنامج بتاعي 100 مره. يلا عاوزه اشوف. انت قلتي وانت قاعده صح؟ طيب يلا نبدا بقى ونشوف نقتنع ولا لا. يلا نبدا. ابدا. ورابر، انا مش همشي من البيت ده الا لما الجربوعه دي تمشي من بيتي، يا اما اعصر على نفسي زيتونه. ورابر، ليمونه، لا اللي انا في النادي، ولا اللي انا في اي حته، ما حبكتش تقول لها اللي انا هنا. خلاص، برافو عليك، شطور. انت لسه صغنطه، انت قلتي عندك 8 سنين صح كده؟ انت اخت محمد، برافو عليك. قولي كنت هتقولي ايه؟ انا في جريد 2. يعني برضو صغيره، برضو يعني مش كبيره، يعني مش كبيره ولا حاجه. انت اكبر منها سنه صح؟ اكبر منها سنه، برافو عليكي. انت مين اللي ضربك على المشهد ده؟ معرفتيش تخليه اكبر شويه؟ هو كده حته صغيره بسيطه على قدنا كده، ان شاء الله الحلقه الجايه بتعملي مشهد اكبر من كده. طيب عاوزاكي بقى تقولي لي، توجهي رساله لمين؟ مين اللي بيساعدك؟ مين اللي بيدربك؟ ها، ماما. ماما، هنشكر ماما ولا مش هنشكرها؟ هنشكر. طيب حابه تقولي لها ايه؟ قولي لها يلا اللي انت عاوزاه تقوليه. اقول لها انا بحبها قوي. بتحبيها قوي. وايه تاني؟ مين تاني؟ بابا. مش عاوزه تقولي بابا حاجه؟ بحبه قوي اكتر. اكتر. الاثنين. ومحمد بالمره. نص نص. الاخوات طبعا، هو الكبير صح؟ هو 10 سنين قال لي. برافو عليكم، انا كنت مبسوطه جدا بيكم النهارده. عاوزه اعرف حد فيكم حابب يقول اي حاجه تانية قبل ما نختم حلقتنا؟ مفيش حد عاوز يقول اي حاجه تانية؟ هنقول باي باي بس في الختام. مشاهدينا، وبكده خلصت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي. يلا باي باي بقى.